مساء الليل، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا كويسين. حلقة النهاردة مهمة جدا، الحلقة دي هتعرفك ازاي تتعامل مع جميع انواع الشخصيات، وازاي تعرف تسيطر عليهم، وازاي تعرف تتعامل معاهم بالطريقة المناسبة ليهم. اذا عجبك النوع ده من الحلقات بكتب لي تحت رأيك في الكومنت، ومتنساش تنزل تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا، انا برد على الكل وتفاعل مع الكل. كل شخص في العالم عنده افكار وصفات مختلفة عن غيره، بيحب وبيكره حاجات كتير، الحاجات دي هي اللي بتكون الشخصية وبتخليه منفرد عن التانيين. عشان كده انواع الشخصيات في علم النفس متعددة ومثيرة، وبعض الاحيان ممكن تكون صعبة وقاسية او تقدرش تسيطر عليها. طب ليه بتختلف شخصيات الناس؟ وازاي بتتكون شخصية كل فرد لينا؟ وهل فعلا الشخصية بتظل ثابتة او بتتغير؟ كل الحاجات ديت والدراسات ديت اتعملت عليها من علم النفس، واتدرست على حوالين الانسان كويس، او لو لها اجابات تابع معايا الحلقة دي عشان تعرف كل حاجة عن انواع الشخصيات في علم النفس وطرق التعامل معاها. الشخصيات البشرية مختلفة ومتعددة زي ما قلت لكم، وكل منها صفات ومميزات عن التانية. هنا جاء علم النفس عشان يدرس سلوكيات الشخصيات دي وصفاتها، ويتعرف على طباعها، بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل معها. أبرز أنواع الشخصيات اللي رصدها علم النفس كانت شخصية إيه؟ حد عارف؟ الشخصية الانطوائية، دي كانت أبرز الشخصيات اللي درسها أو اهتم بيها علم نفس. الانطواء والعزلة من ملامح الشخصية ديت، بيتميز أصحابها بتفضيل العزلة والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية أكتر من التواجد فيها، وعادة ما بيرفضوا كافة أشكال التواصل مع الآخرين، وبيعتبر أن كل من حولهم مصدر إزعاج وقلق دائم ليهم. ومن هنا بيجي الخطأ الكبير اللي بيتداول بين الناس بأن الخجول هو انطوائي، بينما ممكن يكون الخجول انطوائيا واجتماعيا، عشان وده تبعا للبيئة اللي نشأ فيها والمجتمع من حوله. طيب ازاي ممكن تتعامل مع الشخصية الانطوائية؟ ايه افضل طريقة للتعامل مع الشخصية الانطوائية؟ في الحقيقة في بعض الطرق اللي بتساعد الشخصية الانطوائية على انها تنخرط في المجتمع بتوري وحكمة، عشان ما يحسش انه مضغوط، عشان يقدر يقوم بالعملية دي بالراحة وبسلاسة، ومع ممارسة التعامل مع الآخرين بتقل حدة الانطوائية والعزلة. لكن في النهاية يفضلون بضع ساعات بمفردهم، لازم يقعدوا كم ساعة كده لوحدهم، لأن هي دي شخصيتهم الأساسية، ودي ما بتبقاش مشكلة كبيرة يعني. بالإضافة إن سوق العمل يعني بيغير كتير في الشخصية بتاعت الإنسان، فمجرد نزوله لسوق العمل بتتغير الشخصيات كتير، عشان ضروري التعامل مع الزملاء والمرؤوسين. عشان كده الشخصية الانطوائية دي ما بتفضلش لفترة كبيرة، بتبقى فترة محددة بس وبعد كده بتنتهي، فما فيش قلق منها. الشخصية التانية الشخصية الوسواسية أو شخصية الوسواس، وده الشخص اللي بيهتم كتير جدا بالنظافة أو بنظام معين في حياته أو بتفاصيل صغيرة بالشكل مبالغ فيه. والشخص ده ما بيكونش مصاب بالوسواس القهري، لان مريض الوسواس بيعاني من الحالة دي بفترات معينة يمكن معالجتها مع الوقت، ملهاش علاقة بالوسواس القهري، دي هي شخصيته، شخصية موسوسة. الشخص اللي بيحمل الصفة دي بتبقى معاه طول العمر، مش ممكن يشفى منها، لكن بيحاول السيطرة عليها بقدر الامكان بالعلاج النفسي عشان يتجنب الاحراج، عشان هو بيحرق نفسه مش بيحرق غيره، هو نفسه بيتحرق، فعش بيحاول دايما عن طريق الرياضات النفسية ان هو يقللها شوية شوية. طيب انت ازاي تتعامل مع الشخصية من النوع دوت؟ برضو انك لازم تاخد حالتهم بعين الاعتبار عشان تتمكن انك تساعدهم، وتنظر للجانب الايجابي في الشخصية ديت اللي ممكن يكون اصحابه من المبدعين او من الفنانين او المتألقين او اللي عندهم ملكة في حاجة معينة، فلازم انت تبص للناحية المتألقة. الشخصية النرجسية، عارفينها؟ اللي بيحب نفسه والمصلحة عنده أهم حاجة، منتشرة صح؟ حب الذات والمفرطة والمصلحة الشخصية أهم سمات الشخصية ديت، لكن الحقيقة الصفات دي ناتجة عن
تدني الشعور بالذات وعدم احترامها. تعتبر الشخصية دي من أنواع الاضطرابات النفسية الخطيرة اللي بتخلي صاحبها بيعتبر نفسه دايما فوق الجميع ولا تقبل الانتقادات، بيشعر بالعظمة، وهو شعور وهمي عنده هو بس على الفكرة، هو ده الشعور دي بقى هو عنده هو بس وهو عايش فيه. طيب الشخصية دي بتتعامل معها ازاي؟ وهي افضل طريقة انك تتعامل مع شخصية نرجسية، شخصية زي كده. اول حاجة بيبقى صعب الارضاء، بيبقى صعب انك ترضيه او انك تتعامل معه، خاصة اذا كانت غير قابلة للتغيير او النصح من اشخاص المحيطين بيها. عشان كده انا بنصحك انك تبعد عنه وتتجاهله، تخشش معاه في اي مواضيع، تتجاهل عدم الخضوع لاي طلبات هو بيطلبها، لان صاحب الشخصية دي ما بتفهمش قيمة العطاء الا اذا اتحرم ان ياخد اي حاجة. فانا بديك نصيحة، ابعد عنه وسيبه، هيرجع لك تاني بس هيكون اتقدم. في بعد كده الشخصية المظلومة، الشخصية دي كتيرة، لما دايما الشكوى المتظلمون، دول من اصعب الشخصيات اللي بيتم التعامل معاها بصراحة. صاحب الشخصية دي بيقعد 24 ساعة يتشكى ويتعذر وتحس ان حياته مأساة، وما بيعتذرش ابدا، هو دايما حاسس ان هو مظلوم وانه ما تلقاش اي دعم او تقدير من الاشخاص المحيطين بيه، على الرغم من عدم حقيقة ده. ممكن يكون هو واخد كل السبورت، بس هو في طبعا هو على طول بيشتكي، هو على طول عنده حتة ان هو مظلوم. طيب ازاي تتعامل مع الشخصية دي، الشخصية المظلومة اللي عندها احساس دايما انها مقهورة ومظلومة؟ في الحقيقة التعامل مع الشخصية دي اكتر صعوبة من طبعها المتظلم دائما. افضل وسيلة للتعامل معاه هو برضو التجاهل وعدم الرد على المظلومية اللي بيرددها، لانك كده بتساعده على ترسيخ الفكرة دي في دماغه، بتساعده على الاستمرار بشعوره بترحاب الاخرين، يعني من كل ما يشتكي لك طنشه، فلان ظلمني وفلان، ما تردش عليه، لان كده انت بتساعده ان يتأكد ان كلامه صح. الشخصية اللي بعد كده الشخصية العصبية، انا اصحاب الشخصية دي بيحملوا طباع حادة جدا، شخصية غضوبة سريعة الانفعال سهلة الاستثارة، اضافة ان الشخص العصبي بيكون صاحب صوت عالي غالبا واعصاب متوترة دائما، وعادة هو من النوع اللي تلاقي رغم كده الناس كلها بتحبه والناس كلها عايزة تقرب منهم، لكن بيخافوا ان يصرحوه باي حاجة عشان الصفات الصعبة اللي فيه دي. طيب ازاي تتعامل مع الشخصية العصبية ديت؟ طبعا بغض النظر ان العلاج النفسي هو الافضل للشخصية العصبية دي لما يكون وصل لمرحلة ان هو 24 ساعة عصبي في السبع ايام في الاسبوع، لانهم في الغالب يكونوا غير راضين عن شخصيتهم وصفاتهم الحادة. اما في الاوضاع العادية والعصبية العادية، افضل طريقة للتعامل معهم هو انك تبعد عنهم وقت الغضب، تتجنب اثارتهم، بالاضافة انك تختار الوقت المناسب للنقاش، فمثلا اوقات الظهر او لما يرجع من الشغل او حاجة، ده مش وقت نقاش، لكن خد الوقت اللي هو بيبقى رايق فيه بعد ما يصحى من النوم بعد العصر، او اذا كان بيسهر بالليل، هنا بيكون الشخص مستعد ان يستمع الى رأي الاخر وحواره، يعني احسن اختيار الوقت. رقم 6 الشخصية الاجتماعية، الشخصية الاجتماعية والشخص الاجتماعي هو اكتر الشخصيات اللي تتمتع بالصفات اللي بتخليه محبوب ومش شخص مرفوض، فهو في صفات بتخليه مقبول زي الابتسامة العفوية المتواضعة، الاستماع الجيد للمحيطين بيه، انتقاء الكلمات، انتقاء العبارات، بيعرف يوصل لك الكلمة حتى لو كان عصبي، حتى لو كان متضايق بتلاقيه بيهدى وبيعرف يوصل لك المعلومة بعد كده، بيحب ان يقعد مع الكل، يحب ان يساعد الكل، بيحب ان الجميع يجلس معاه. طيب ده بتتعامل مع الشخصية الاجتماعية اللي بالطريقة دي ازاي؟ اعتقد ان شخصية زي كده بتبقى محبوبة عند الجميع وسهل التعامل معاهم، مش محتاجة شيء معين، لان الكل بيبقى فاهمهم والكل بيبقى عارف ازاي يتعامل معاهم بطبيعته، وشخصية محبوبة بتلاقي دايما الكل بيلف حواليه ودايما الكل بيحاولوا يتواصلوا معاه ويتكلموا معاه. طيب ايه انماط الشخصيات في علم النفس، او ايه هي الانماط الشخصية في علم النفس؟ حدد ان علم النفس 9 انماط رئيسية، ولكل نمط شخصية وطبيعة خاصة تتميز بيها. طيب ايه هي الانماط 9 ديت؟ خليك معايا عشان اقول لك ايه هي الانماط 9 للشخصيات. تطلع من الحلقة دي انت قادر على التعاون مع كل الشخصيات ان شاء الله وعلى كل الاصعدة. في عندك الشخصية الاصلاحية، عارفها ديت؟ الشخصية الاصلاحية
دي أول أنماط الشخصية البشرية، الشخصية الإصلاحية اللي دايما بتلعب دور فعال في إصلاح المجتمع وبناء على القيم والمبادئ اللي بتتماشى معاه. فدايما بيحاول أصحاب الشخصية دي تصليح المجتمع، تصحيح الأخطاء اللي بيرتكبها البعض، بالإضافة إلى تحسين جودة البيئة المحيطة بيهم. ما بيقبلش الخطأ لنفسه أو لغيره، دايما عايز المجتمع السليم، دايما عايز المجتمع مسالم للعيش فيه. بالفعل الشخصية دي هي اللي بيحتاجها المجتمع كتير اليومين دول، يعني فعلا المجتمع محتاج شخصية من الشخصيات الكتير اللي دي. فهل أنت من الشخصيات دي؟ الشخصية المتعاونة رقم 2. طيب إيه هي الشخصية المتعاونة؟ الشخصية دي من أفضل أنماط الشخصيات البشرية بجد، دايما بتقدم إيد العون، إيد المساعدة للكل، ما بتميزش بين غريب وقريب ولا ما بتميزش بين حد، بيتميزوا بعلاقاتهم الاجتماعية الكتير، عندهم الكتير من الصداقات لأن المحيطين بهم بيحبوا التعامل معاهم عشان طاقتهم الإيجابية وتفاؤلهم وتعاونهم مع الآخرين، فدايما بتلاقيهم حواليهم الناس شخصية جميلة جدا. رقم 3 الشخصية المحفزة. طيب الشخصية المحفزة دي تعتبر الطاقة الإيجابية، هو ده عنوانها، طاقة إيجابية، يتميز أصحابها بالتفاؤل، حب الخير، تحفيز المحيطين بيهم، قيام بإنجازات ونجاحات مختلفة، ما بيعرفوش طريق لليأس أو الإحباط، بيقعوا ويرجعوا يقفوا مرة تانية. بالإضافة إن هو شخصية عملية بتحقق النجاح المتواصل، بجانب قدرتهم الكبيرة في تحفيز الآخرين وتقديم المساعدة المعنوية ليهم، شخصية جميلة جدا. رقم 4 الشخصية الرومانسية، عارفينها ديت، الشخصية الرومانسية. الشخصية الرومانسية هي الحبيب، الحب هو المقياس والمحرك الأساسي للشخصية ديت، هو دايما بيبص للعالم بنظرة مثالية خالية من الأخطاء والعيوب والمشاكل، عشان كده بيصعب عليه الاندماج في المجتمع بسهولة، خاصة المجتمع اللي بيعاني الصعوبات والسلبيات، فعشان كده بيفضل إنه يعيش منفردا بعيدا عن الواقع الأليم. ركزوا معايا عشان عايز كل واحد منكم في الآخر يقول لي هو من أي شخصية من الشخصيات التسعة دي في الكومنتات. رقم 5 الشخصية المفكرة. الشخصية المفكرة دي هي من الشخصيات اللي ما بتوقفش عقلها عن التفكير والتحليل والدقيق لكافة الأمور والأحداث المحيطة بيه، وبتعتبر الشخصية المفكرة دي من أعقد أنماط الشخصيات اللي رصدها علماء النفس، وده عشان بيهتموا على طول بالتفاصيل الدقيقة في الحياة، بيهتموا بكل حاجة، ما بيسيبوش حاجة إلا بيهتموا بيها. رقم 6 الشخصية الشكاكة. شخصية الشكاكة، الشخصية الشكاكة دي من الشخصيات صعبة التعامل معاها، من ضمن الشخصيات صعبة التعامل، من ضمن أنماط الشخصيات التسعة، لأن بيبقى صعب إن هم يصدقوا المحيطين بيهم، وعندهم عدم الثقة في أي حاجة حواليهم أو أي شخص. فالشخصية بتفضل البحث والتحليل والتدقيق في أي حاجة، كل حاجة قبل ما تصدقها أو تقبلها، عشان كده بيصعب على المحيطين حواليهم التعامل معاهم، وبيرفضوا تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية في حياتهم، عشان كده دايما بتلاقيهم واخدين جنب كده لوحدهم. رقم 7 الشخصية الحماسية. هي الشخصية الحماسية دي، الشخصية الحماسية دي واحدة من أفضل أنماط الشخصيات، بتتميز الشخصية دي بحب المغامرة، التجارب الجديدة. أصحاب الشخصية دول عندهم قدرة على الانطلاق، عندهم طاقة إيجابية كبيرة في حياتهم، طاقة داخلية كبيرة تخليهم دايما مفعمين بالطاقة والحيوية الدائمة، لكن كثير ما بيتعرضوا للمخاطر والخيارات الصعبة والخاطئة بسبب تهورهم وتسرعهم الزائد، فيخلوا بالهم شوية ويهدوا شوية. رقم 8 الشخصية القيادية. الشخصية القيادية هي اللي عندها الحزم والقوة، دول معروفين من سمات أصحاب الشخصية دي، كتير جدا ما بتنجح الشخصية دي في احتلال المواقع القيادية الهامة في المؤسسات والشركات، لأن عندها القدرة الكبيرة في إقناع وتوجيه الأشخاص المحيطين بهم، لكنها من الشخصيات النادرة اللي بتتواجد في المجتمع، ما بيبقاش في منها كتير. طيب ده رقم 8. رقم 9 الشخصية المسالمة. إيه هي الشخصية المسالمة؟ طبعا كلنا عارفين الشخصية المسالمة هي الشخصية اللي ما بتحبش المشاكل، ناس كده عايشة في حالها، ناس بتؤمن بالسلمية، ما بيحبوش وجع الدماغ، بيحبوا المصالحة مع الذات، ما بيحبوش المشاكل والأجواء اللي بتمتلئ بيها، بيكرهوا التشنجات، بيتميزوا بالصفات النبيلة،
من التسامح وتجاوز أخطاء الآخرين حتى لو كانوا من الناس المقربين لهم. دايما بتحس ان هم عايشين مع نفسهم كده من غير مشاكل. طيب الشخصيات النرجسية انواعها ايه؟ طيب ايه هي علامات النرجسي او الشخصية النرجسية؟ ايه هي علاماتها وازاي تقدر تقول ان الشخص اللي قدامك ده نرجسي؟ في طبعا في علامات كتيرة بتدل ان اللي قدامك ده شخص نرجسي، بس في بعض العلامات الاساسية مش شرط كلها مرة واحدة، زي الشعور كبير باهمية الذات، ان دايما النرجسي بيفضل تقدير نفسه ومنحه الاهمية امام المحيطين بيه حتى لو على حساب اللي قدامه هو مش في دماغه. تاني حاجة استغلال الآخرين، هم بيمنعش أبدا أن يستخدم الناس عشان يقدر يقضي حاجته أو يقدر يوصل اللي هو عايزه، محسش بأي ندب على الفكرة، يعني ممكن يستلم فلوس أو حاجة تانية ذات ليها قيمة ويعدك بالسداد والكلام ده، لكن ما يحصلش الكلام ده. وغالبا بيكون الشخص اللي عامل كده أو صاحب السلوك دوت مصاب باضطراب الشخصية النرجسية، عنده علاقات مضطربة كتير أو لأن عادة بتبقى علاقاته كلها تعبانة أو فاشلة. دايما عنده شعور بالاستحقاق، بيعتقد دايما النرجسي انه لازم يحصل على كل حاجة هو عايزها من الاخرين، وغالبا ما بيبصلهم بنظرة ازدراء او تحت او احتقار، ويعتبر نفسه انه هو متفوق عنهم او انه هو احسن منهم. عدم التعاطف، بغض النظر عن الالم اللي بيعمله او مقدار الالم والاحراج اللي بيسببه النرجسي، لكن هو ما بيكونش عنده تعاطف مع اي حد، هو اهم حاجة عنده مصلحته ونفسه فقط لا غير، ما بيبصش لأي حاجة تانية. دايما عنده عدم ارتياح للآخرين، دايما عنده عدم احساس ان اللي قدامه ده بني ادم زيه، هو لا، هو اهم حاجة انا من بعدي الطوفان. دايما عنده انشغالات بتخيلات القوة او التألق او الجمال او الحب المثالي او النجاح غير المحدود. التخيلات دي اكتر من مجرد حلم يقظة في سن المراهقة، وغالبا ما بيكون لدى الشخص المصاب باضطراب الشخصية النرجسية اوهام بيمتلك صفة عظيمة محدش يقدر يجاريه فيها، او ان التانيين ما يقدرش يحصلوا على نفس الصفة العظيمة اللي موجودة عنده ديت، لا هو متفوق عن اي حاجة. طيب في برضه بيكون في عنده مواقف سلوكيات متعجرفة كتير، وهي اكتر بكتير من مجرد تصرف شخص بطريقة متعجرفة او طريقة مختلفة. يؤمن النرجسي انه افضل من الاخرين، وانه غالبا ما بيشعر بالاهانة لما بيحاول الاخرين التواصل معاه او سؤاله، او انه يحاولوا يخلوه يتعامل معهم على قدم المساواة. طب انت عارف ان الشخصية النرجسية دي انواع؟ في انواع للشخصيات النرجسية، مش كل الشخصيات النرجسية زي بعض. انا بستفيض بالشخصية دي لان هي الاكثر انتشارا للأسف حاليا. طيب ايه اكثر او ابرز الشخصيات النرجسية وايه صفاتها عشان برضو تعرف تتعامل مع كل واحد فيهم؟ في عندك النرجسي الكلاسيكي. يعني ايه النرجسي الكلاسيكي ده؟ النرجسيين الكلاسيكيين بيميلوا الى الاعجاب الاخر، بيحاولوا يخليك تعجب بيهم عن طريق مدحهم، ويعتقد عموما ان هم اكثر خصوصية او اكثر قيمة من الاخرين، وبيحبوا ان هم يكونوا مركز الاهتمام. هم ما بيمنعوش ابدا ان هم يستخدموا اشخاص اخرين لاي حاجة تتناسب مع اهدافهم. يعني النرجسي الكلاسيكي اللي كلنا عارفينه اللي هو ABC نرجسية زي ما بيقولوا. في رقم 2 النرجسي المغري. النرجسي المغري بيعمل كل ما يمكن فعله عشان يخليك تحس بالرضا عن نفسك على الاقل في البداية، وقد يبدون انهم معجبين بيك وخلوك مثالي كمان، لكن هدفهم الرئيسي هو ان انت تحس بالطريقة دي اتجاههم، بحيث انك يمكن استخدامك لتعزيز اجنداتهم، يعني عشان يقلبوا الموضوع بعد كده مرة تانية ليهم، فبيقدم لك السبت عشان ياخد الحد ما تلاقيش سبت بعد كده. عشان كده عشان تحمي نفسك من نرجسي مغري اظهر تقديرك للمجاملات او اللطف، لكن لا تضع في اللحظة فتنسى ان كل نرجسي لديه اجندة، ما تنساش ان هو ليه اجندة ان هو بيسحبك عشان يوقعك في الفخ دوت. رقم 3 من النرجسيين النرجسي الضعيف. النرجسي الضعيف حقيقة الامر هو مش ضعيف، ما هو بيفهم كويس هو بيلعب، لكن هو بيحب يلعب دور الضحية الضعيف. بيسعى النرجسي الضعيف للاهتمام من خلال محاولة الحصول على الشفقة من الآخرين، فبيدايما بيمثل لك دور الضعيف عشان دايما يبقى هو محور الاهتمام ومحور الأنظار. هم متلاعبون جدا، غالبا ما يكون سلوكهم دقيق جدا لدرجة ان يكون من الصعب تحديد علامات التحذير
اللي عندهم ويميل النرجس الضعيف دايما لاستخدام قدرته على التلاعب بمشاعر وافكار وسلوكيات الاخرين للمساعده في تأجيج رحلة الأنا الخاصة بيهم، وعادة اللي بيلجأ كده بيبقى من النساء. رابع حاجة النرجسي السري. أنا مش بقول لكم أنا أفضح لكم الدنيا كلها، هجيب لكم كل حاجة. إيه هو النرجسي السري ده؟ لما بتفكر في شخص نرجسي سري مش بتفكر في عملية عسكرية سرية مثلا أو حاجة إنه مخطط ومحسوب، لا هو عارف هو بيعمل إيه، هو رسم كل حاجة. غالبا بيستخدم النرجسيين أسلوب التخفي أو أسلوب عدم الشعور بالذنب والتلاعب العاطفي عشان يحصلوا على اللي هم عايزينه، بيخبي حاجة ورا حاجة. في عندك النرجسي الخبيث. النرجسي الخبيث هم الأشخاص اللي يتم تعريفهم على أنهم نرجسيون خبيثون غير قادرين على إظهار أي تعاطف مع الآخرين. غالبا ما نطلق عليهم اسم السيكوباتيين، يعني أن هم متلاعبون للغاية، وغالبا ما بيستغلوا الأصدقاء وأفراد الأسرة لتحقيق مكاسب شخصية أو مهنية. ويتحكم النرجسيين الخبيثين في الناس في حياتهم وبيبذلوا جهد كبير جدا عشان يقدر يعزل الضحية أو الهدف عن المجتمع حواليه عشان يقدر يستفرد بيه. لغاية هنا هنقفل معاكم الحلقة. طبعا في أنواع كتيرة من الشخصيات، إذا أنتوا يستهويكوا النوع ده من العلم سيبولي كومنت وأنا هكمل معاكم بقية الحلقات. شكرا ليكم، أشوفكم على خير، مع السلامة.